أهلا بكم إلى فقرة أنا أرى التي خصصناها في هذه النشرة لعرض أبرز مشاركاتكم عن الغارات الروسية على مختلف المناطق السورية. البداية مع هذا الفيديو الذي يحكي معاناة هذا الطفل السوري الذي يبكي أخته التي فقدها إثر الغارات الجوية الروسية على حي السكري بحلب. نتابع. وصلتنا هذه الصورة من أكرم المليحان من الغوطة الشرقية التي شهدت قصفا من الطيران الحربي توزع على أطراف مدينة دوما وبلدة الشيفونية بالتزامن مع عدة غارات مماثلة على بلدة الريحان، ما أدى إلى دمار في الأبنية السكنية والطرقات العامة بحسب المرسل. وأيضا أرسل لنا أكرم صورة أخرى لسقوط صاروخ باليستي أطلقته الطائرات الروسية على أطراف معمل القرميد شرق أريحة في ريف إدلب، مما خلف خسائر في الأرواح والممتلكات. أثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي على حي السكري بحلب أظهرها لنا عبد الحليم بكر أيضا في هذه الصورة. صور وفيديوهات عديدة ومختلفة يمكنكم مشاهدتها عبر صفحة أنا أرى على موقع العربية .net، وننتظر منكم مشاركتنا بما تشاهدونه من أحداث من حولكم لعرضها في فقرتنا من خلال إرسال ما تصورونه عبر تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.